تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها الكريمة معرض الفن في حضارة بلاد المسلمين الذي استضافه متحف البحرين الوطني بحضور المشرف العام على دار الآثار الإسلامية صاحبة السمو الشيخ حصة صباح السالم الصباح ومعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث يقام هذا المعرض ضمن فعاليات العام الذي يحمل شعار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018، وبتنظيم مشترك من هيئة البحرين للثقافة والآثار ودار الآثار الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة. وبهذه المناسبة نوهت سموها بحسن اختيار المعرض وبتميز مضمونه الذي يعكس أصالة التراث الإسلامي ذو القيمة العالية، مشيدة في هذا الصدد بجهود دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة في الحفاظ على مكونات التراث الإسلامي الأصيل وأبراز روح الفن الذي كان أحدى سمات تلك الحقب الزمنية المتعاقبة على حضارة بلاد المسلمين، والتي لا زالت تحظى باهتمام بالغ من قبل ذوي الاختصاص حول العالم. معربة سموها عن تطلعها في أن تسهم برامج وفعاليات الاحتفاء بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في إبراز دور المملكة الثقافي ومنجزاتها في كل روافد الثقافة العربية والإسلامية، وبيان الوجه الحضاري للثقافة الإسلامية بجوانبها الإنسانية المشرقة التي تعكس قيم المحبة والسلام ومفاهيم قبول الآخر. وأطلعت قرينة عاهل البلاد المفدى عن كثب اطلعت على مجموعة مختارة من مقتنيات مجموعة الشيخ ناصر صباح لأحمد الصباح والشيخ حصة صباح السالم الصباح، ولديني كونا على مدى الفترة الواقعة من سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم مجموعة تعد واحدة من أكثر المجموعات شمولية وتميزا في فنون بلاد المسلمين في العالم، علاوة على كونه يتناول المراحل التي تشكل الفن في بلاد المسلمين ابتداء من القرن الأول الهجري أي السابع الميلادي من العام 622 للميلاد عام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وميلاد الدولة الإسلامية وحتى انتشار الإمبراطوريات العظمى في القرن العاشر الهجري. كما اطلعت سموها خلال جولتها على قسم آخر في المعرض يحاكي تجليات الفن في بلاد المسلمين والتي تعرض بكافة خاماتها وتنوعاتها من أحجار وخشب وزجاج ونسيج وخزف ومشغولات معدنية وجواهر وحلى وما إلى ذلك، إلى جانب أقسام أخرى لفن الخط وتطور الزخرفة بالأشكال الهندسية والزخارف النباتية وتصوير الأشكال الحية. وبهذه المناسبة عبرت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في تصريح لها عن عميق امتنان هذه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لرعايتها لهذه الاستضافة التي تكشف عن مدى حرصها على العلاقة المتميزة التي تجمع شعبين شقيقين يتقاسمان الإرث الإنساني المشترك. كما وقدمت شكرها إلى القيمين على دار الآثار الإسلامية وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والمشرف العام على دار الآثار الإسلامية صاحبة السمو الشيخ حصة صباح السالم الصباح على ما أولوه من عناية واهتمام مشترك مملكة البحرين لسنتها الاستثنائية هذا العام. أنا في غاية السرور والسعادة أني موجودة في مملكة البحرين الشقيقة وبدعوة كريمة من أختي الشيخة مي بنت محمد الخليفة، وسعدت أكثر بوجود صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ورعايتها للافتتاح، وهذا شيء معهود من أهل البحرين وإحنا نعزهم ونكن لهم كل احترام وتقدير. أما من ناحية المعرض فهو معرض ابتدأ في ميلانو وانتقل إلى فيينا وكوريا سيول ورجع إلى روما والآن هو في البحرين،
واحتفالا طبعا مشاركة دولة أو مملكة البحرين في اختيار المحرك عاصمة للثقافة الإسلامية ل 2018. ويسعدنا طبعا أن نشارك أن دولة الكويت تشارك في هذا المعرض احتفالا مع مملكة البحرين. نهنئ مملكة البحرين في اختيار المحرك عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا يأتي تأكيدا على الدور الريادي والمحوري لمملكة البحرين في دعم الثقافة بشكل عام والثقافة الإسلامية بشكل خاص. وتأتي مشاركة الكويت القيمة عبر دار الآثار الإسلامية برئاسة الشيخة حصة صباح السالم للتأكيد على دعم الكويت للدور المحوري لمملكة البحرين في دعم الثقافة الإسلامية، وكي نشاركهم الفرحة والسعادة في اختيار المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية.